في فير بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم نبدو اختصاص نحكي تايكواندو وانتخابات الجامعه التونسيه للتايكواندو. قربت يبدو انه فما بوليميك في الجامعه التونسيه بخصوص قبول القائمات. لجنه الانتخابات طلبت من القائمات ثلاثه توضيحات كذلك بخصوص بعض المواضيع، من ضمنهم قائمه رضا بالهدف. اللجنه طلبت توضيح بخصوص اشكاليه يبدو انها مع الكيان الصهيوني. باش نحكيو على هذا الكل معنا عضو القائمه الاستاذ طيب الصادق. سي طيب اهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا. شنو احوالك لاباس؟ البوليميك هذايا يا سي طيب مازلت ما تخليش الموضوع، قلت لك شنو احوالك لاباس شنو الامور؟ لاباس الحمد لله، عايشك عايشك الحمد لله. جاني دوبلا بال يا اخي، معناها بقيت نشوف ما سمعتكش. فهمتك. باهي تفضل. مرحبا بكم ومرحبا بمستمعينك. شكرا الله يخليك، تفضل سي طيب. في الحقيقة قلت لي بالنسبة للبوليميك هذايا هو ما سمعناش احنا يعني القائمة نتاع سيدي ذا بالهدف، وإنما اللي صنعه هو رئيس الجامعة الحالي اللي فاجأنا بمكتوب للجنة المستقلة للانتخابات. المكتوب هذا يقول كونه ثم مراسلة من المكتب من الاتحاد الدولي. المراسلة هذه تدعو اللجنة المستقلة أو تدعو الجامعة التونسية للتايكواندو بعدم قبول قائمة رضا بالهادف في صورة ترشح له، وبناء على مراسلة سابقة من المكتب الجامعي. بالطبع المراسلة اللي مشيت للاتحاد الدولي تخص وشاية للأسف، يعني رئيس الجامعة الحالي اللي هو يمنح في الوثائق أتوريا ترافير لأعضاء قائمته، ويمنح في معناها وثائق تخص التسجيل ووثائق تخص معناها الأقدمية، ومعناها عندنا عبارة احنا بالدارجة نقوله اللي بس يلحف ايده، هذه هي معناها عمل لي حد في الـ في الـ في الـ في الجامعة التونسية للتايكواندو، ومشى على معناها وتيرة جامعة أخرى لا فايدة في ذكرها، يبعث مراسلة يحجبها ويستنى مراسلة من الاتحاد الدولي باش يفسد المناخ الانتخابي قبل بدايته، وهذا اللي حصل. طبعا احنا راسلنا اللجنة المستقلة اليوم في الغرض وفسرنا لها الوضعية، والمسألة تتعلق ب معناها المشاركة نتاع ما يسمى بإسرائيل في مسابقات سابقة، للأسف معناها استعملت للوشاية ضد قائمة القصد منها أن الإطاحة بها وعدم دخولها في السباق، وهذا مش من أي فما سؤال سي طيب. هو التدوينات الفيسبوكية من شروط قبول القائمات ولا شنو بالضبط معناها؟ أي هذا هو معناها، ولت المواقف الخاصة بالشخص في الفيسبوك ولا في المساحات الخاصة نتاعها ولت تحسب له أو ضده، وتولي معناها عندها قيمة قانونية صراحة معناها ما عندهاش معنى المسألة، فهمتني؟ وإحنا شفنا قبل كيفاش التدوينات الفيسبوكية أو التعبير عن الرأي بكل حرية كيفاش أدى معناها إلى اضمحلال فريق كامل في الشابة، معناها اضمحلال نقصد معناها لحد الآن هو معلق معناها لا نشاط له. نورمالمون وقتاش يجيكم الملف نتاع معناتها الديسيزيون نتاع لجنة الانتخابات؟ ديسيزيون مفروض اليوم آخر أجل باعتبار هي بالنص 48 ال 48 يجوا في معناها نهار عطلة، وبالتالي يولي النهار الاثنين يولي معناها هو آخر أجل لتصريح
نتائج القائمات الثلاثة. معناها تنجم تطيح القائمة نتاعكم بسبب هذا ولا كيفاش بالضبط؟ ما نتصورش، معناها رجال قانون في الـ في الـ في اللجنة المستقلة معناها يفهموا مليح اللي المسألة تتعلق بنظام أساسي والمسألة تتعلق معناها بقائمة رئيسها ولا أعضائها ما همش متعرضين لعقوبة أخلاقية من أي جهة ما كانت. ثم أن احنا رغم توصل الجامعة، هي الجامعة من فيفري 21 على سنة 2021 توصلت بالمكتوب هذايا من الاتحاد الدولي، ارتأت أنها تخبيه وتخرج نهار 20 اللي هو آخر نهار في أجل قبول الترشح، وتضمنه بالبيرو دوردر نتاع الجامعة التونسية للتايكوندو في آخر نهار في آخر وقت، فهمتني؟ وفي نفس الوقت باعتبار كل اعتبار الكتابة القارة للجنة المستقلة هي في الجامعة، تستغل الفرصة وتبعث مراسلة في آخر وقت تقول لهم فيها راو القائمة هذه ليس لها الحق في الترشح، باعتبار وأن الاتحاد الدولي طالب منها توضيحات في إطار معناها عقوبة ممكنة معناها ضد السيد رضا بالهادف، رغم أن رضا بالهادف تحصل على وثيقة من وزارة الرياضة في استرداد حق الترشح بعد ما تم حل المكتب الجامعي السابق للمكتب الجامعي هذا سابقا بناء على الفصل 21، والوزارة وقفت من خلال الاختبارات ومن خلال التحقيقات اللي صارت في حسابات الجامعة أن معنا رضا بالهادف كانت حساباتها منظمة وما عندها حتى خلل، وبالتالي تم معناها التراجع في القرار هذاك ومنحه الإمكانية للترشح من جديد للجامعة التونسية للتايكوندو. هذا ما حصل، وللأسف هذا ما عجبش طرف اللي هو معناها اليوم في نفس الوقت رئيس جامعة حالية يسير، وفي نفس الوقت هو مترشح ويستعمل يعني في تضارب مصالح صارخ موقع هذايا باش يضرب باقي القائمات، مش كان القائمة نتاعنا، حتى قائمة السيد نوري المالكي اللي هو كذلك قائمة ثالثة موجودة معنا في السباق، واحنا تمنينا ان نكونوا ثلاثة قائمات موجودين لآخر السباق، والمعناها الصندوق هو اللي يحكم، مش معناها امتياز رئيس الجامعة هذا أو المكتب الجامعي هذا اللي هو عاد الترشح بكونه هو معناها عنده الإدارة وعنده ابتلاء ويمكن له أن يعطي الوثائق اللي يحب عليها للمترشحين، ورغم ذلك احنا وثائقنا منظمة وقدمنا الترشح نتاعنا كقائمة قائمة رضا بالهادف، والقائمة هذه إن شاء الله سيكون مآلها النجاح، هي قائمة اسمها حلمة التايكوندو، هي قائمة تسعى إلى لم شمل عائلة التايكوندو، إن شاء الله نلموا الشمل، ولو إن معناها النقطة السوداء هذه نتاع المكتب الجامعي الحالي معناها أفسدت العرس الانتخابي مسبقا وخلتنا في وضعية خائبة، خاصة كون يتعلق الأمر معناها بتعاطف الناس الكل مع فلسطين ومع أهلنا في فلسطين في الفترة السابقة، وكيفاش معناها يقع استعمال في الحقيقة معناها حق في التعبير عن الرأي في إطار غير رياضي، هو في إطارها الخاص معناها مش كمسؤول رياضي باش يقع ضربه وإزاحته كقائمة انتخابية عندها كل الشروط القانونية لدخول المعركة الانتخابية بشكل ديمقراطي. واضح، أعطيك الصحة. بطبيعة هذا الكلام اللي قلت الكل على ذمتك أنت سي طيب الصادق، أي حد من الجامعة التونسية ولا المكتب الجامعي يحب يوضح ولا يحب يرد ولا يحب أي حاجة بخصوص موضوع هذا بطبيعة مرحبا به في كل وقت. شكرا لك طيب الصادق، هذا قائمة رضا بالهادف المترشحة لجامعة التايكوندو. هكا نكملوا
فاير بلاي اليوم. شكرا منال سيسي في الاخراج، جدا من المد في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المد.